بتشرف وسعيد ان انا اكون معاكم النهارده في تيدكس. انا تامر شتوت، ممثل ومذيع وبني ادم عادي وابسط مما اي انسان يكون مدركه. معرفش النهارده في تيدكس ثينك اجين، ده العنوان الخاص باليوم اللي احنا حاضرينه. ثينك اجين او فكر مره تانية، ده مصطلح مهم جدا لكل واحد ان هو يفكر فيه في الحياه. بس لو انا هاجي اتكلم عن حياتي، خلينا نبتديها من الاول واقول لكم انا اتعلمت منها ايه، وخصوصا ان حياتي ظاهريا لاي شخص في الوقت اللي احنا فيه، في وقت الظهور، احنا خلاص احنا بنمر بعصر كل انسان معرض لظهور كبير. مش لازم انك انت تكون ممثل او مذيع، انت ممكن في مجالك في مكانك خلاص بقيت معرض لظهور كبير بسبب التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا اللي احنا مرين بيها. لو هرجع في بدايه حياتي، انا شاب من اسره متوسطه وأقل من المتوسطة. ابتديت حياتي أخ من أصل 3 إخوات، بابايا دكتور وأمي صحفية، تعبوا شقيوا من طبقة متوسطة إن هم يحطونا على التراك. والدي من وانا عندي 14 سنة قال لي أنت لازم تشتغل، ما فيش حاجة اسمها وقعد في البيت وإن أنت تستنى مصروفك. نزلت أشتغل من عندي 14 سنة. قال لي أنت لازم تكون بطل رياضي، مش لهدف غير عشان صحتك، وعشان والدي كان حاطط لي مستقبل إن أنا أكون دكتور. فنزلت اتمرنت، كنت جدول حياتي كل يوم الساعه 4 الصبح بصحى بروح اتمرن تجديف، كنت بطل جمهوريه 3 سنين تجديف. خلصت اليوم من الساعه 4 للساعه 7 بطلع على المدرسه، من المدرسه بخلص برجع على دراستي وعلى مذاكرتي بعد الظهر، الى ان عشت حياتي بالشكل ده. فكنت بسبب الضغط والالتزامات اللي اهلي فرضوها عليا ان كان في كتير حاجات بتتعمل، وده حلو على فكره، ده كان حلو جدا ان هم عملوه، ده كل الشكر والتقدير لاهلي ولابويا وامي ان هم حطوني على التراك ده، خلى اليوم ليه هدف. ثم دخلت الجامعه، والدي ساعتها قرر ان انا اشتغل، فقررت ان اشتغلت ونجحت في الشغل من منطلق انه حط لي هدف. في وقت ده بالذات ما حدش بيبقى عنده هدف، ولو احنا سيبنا اولادنا في الوقت ده كل واحد منا هيطلع بشكل ملهوش مضمون، وده ممكن بنقابله دلوقتي، بنشوف شباب بيعمل حاجات كتيره من الظاهر انها ممكن تكون مفيده لكن هي مش بتضيف له حاجه بعد كده. تمام، حصل ده، بس ثينك اجين فين؟ اول حاجه اتعلمتها وانا عندي 22 سنه ان مفيش منطق، وانا اسف لاي شخص عايش حياته بالمنطق. هقول لك انت هتوصل اللي انت عايزه، عشان اي بني ادم بيتعب وبيشقى في الحياه بيوصل اي حد بيشقى ويتعب بيوصل. ولا تقول لي ان في واسطه، ولا تقول لي ان في حد اخذ فرصتك. في واسطه، في حد بياخد فرصتك فعلا، لكن الانسان اللي بيصر على النجاح واللي يعني بيقول انا لازم اكمل هو الشخص هو اللي بيوصل. كمان 10-20 سنه ما دام انت حاطط هدفك ده وشايفه قدامك يبقى هتوصل. قدمت صباح الخير يا مصر، ده في مجال الاعلام، ده اقوى مجال او اكبر مدرسه اعلاميه في الشرق الاوسط، لان صباح الخير يا مصر هو اللي خرج كبار الاعلاميين في الشرق الاوسط. وفي المجال التمثيلي الحمد لله ربنا وفاني وعملت اعمال دراميه حلوه نجحت. بس النتيجه ايه؟ النتيجه ان انا بقيت بعمل نفس الشيء كل يوم ومش حاسس بتاثير في الحياه ليا. واما في الدراما عملت الادوار اللي فيها سايكولوجي او العقد النفسيه او الانسان اللي بيشر بقى والانسان المعقد والانسان بس النتيجه برضو ايه؟ انت الناس صدقت ادائك، بس الناس في الحقيقه لخبطوا ما بين الشخصيتين، فاصبحت انا كشخص مش مستحب منه، او اما تشوف يقول هو الراجل ده الشراني احنا عارفينه ده، يا لا بقى انا مش قادر على كده. كل ده انا ماشي بالمنطق اللي هو الوقت ما قصرته الدنيا اختلفت. انا مربياني ست بسيطه ظلموها اهلها، الست دي الله يرحمها يا رب، هي امي الثانيه اسمها توحيده رحمه الله عليها. توحيده اهلها اكلوا ميراثها ورموها، فاصبحت هي شغلها الشاغل بعد ما تعرفت على عائلتي انها تربيني انا واخواتي. الست دي قعدت في حياتنا الى ان تمت 70، ثم توفت وانا في المشوار اللي بحكيه لحضراتكم ده. ثم مريت بعد سنين وانا بقدم صباح الخير يا مصر، وفي النجاح الظاهري اللي انا جريت وراه حصل لاخويا الصغير حادثه. اخويا الصغير ما كانش اخويا الصغير، اخويا الصغير ده كان ابني، انا اللي كنت بربيه، انا بجيب له لبسه، هو كان شغل الشاغل. حصل حادثه في يوم وليله
أخويا توفى. أنا فاكر اليوم ده بالظبط، أنا فاكر إن أنا اليوم ده أنا قعدت على الأرض وبقيت قاعد شايف أمي وأبويا ومش عارف أقول لهم إيه. أنت مرة واحدة كل حاجة بتتهد وكل حاجة بتتلخبط، والراجل والست دول بقى أولادك وأنا مش عارف أعمل إيه. وبقيت حاسس إن أنا عايز أدفى وسط الناس، يعني عايز حد يطبطب عليا. الوجع اللي أنا حسيته أول مرة، تاني مرة مش عارف أستحمله، وعايز حد يطبطب عليا، ومش عايز أبين إن أنا ضعيف. على فكرة ما أنا مش ضعيف، لكن ده قدر. فما فهمتوش. في نفس الوقت في نفس الفترة ديت، بعد ما دفنت أخويا والوضع بحاول أقوم منه، سبت صباح الخير يا مصر. بس كان اختيار غريب قوي يوميها على فكرة. قالوا لي هتنزل وتعمل توك شو إخباري سياسي، قلت لهم لا مش عايز ده، أنا مش عايز ده، أنا عايز حاجة مع الناس. عشان أنا كنت حاسس إن لازم أكون وسط الناس، عايز أنزل الشارع، ما تقعدنيش في استوديو. في الفترة ديت عملت برنامج اسمه تقدر، ونزلت في إحدى القنوات الخاصة، ونزلت مع الناس وبحاول أحاول أساعد وأعمل. في الفترة ديت أبويا تعب من وفاة أخويا الصغير، تعب جدا، ما كانش قادر يستحمل الموضوع. أبويا كان بيهرب منا في البيت عشان يقعد يعيط، عشان مش عايز يبين ضعف برضه. للأسف أبويا ما استحملش، بعد 6 شهور هو كمان توفى من الوجع ده. ده كتير يعني، الحمد لله ده قدر. أصل ده شيء أنت لا تتحكم فيه. الإنسان بيستريح لما يعرف أنت مش هتتحكم في شيء. على فكرة أنت كل ما هنالك أن كل حاجة بتحصل حواليك هو درس. يمكن أنا بحكي لكم قصص، مع أنا آسف، يمكن هي توجع. أنا شايفكم كنتوا بتسقفوا لحواليكم كله وكانوا بيبسطوكوا، بس اللي أنا بحكيه ده هو أعمق من أي شيء، لأنه ده شيء إحنا كلنا عارفين هو بيحصل في الحياة، لكن لما بيجيلنا هذا الابتلاء أو هذه الحقيقة في الحياة ما بنفهمش هو ليه ربنا بيبقى عايزنا نشهد هذا الموقف. هل هو عظة؟ هل هو يغير تراكك؟ هل هو يعلمك شيء؟ ما أعرف. نزلت أشتغل، لكن صدقوني بعد 3 مواقف دول أنا هدفي في الحياة اختلف. وبعد 3 مواقف دول متهيأ لي الناس بقت كلها تعرفني بشكل تاني خالص، مش عشان عملت حاجة مختلفة نهائيا. أنا هو أنا ممثل ومذيع، بعمل نفس الشيء، ما غيرتش ولا حاجة، لكن بتحسس بكل بني آدم حواليا. البني آدم المحروم من شيء هو اللي بيحس بيحتاج أي شخص، حتى لو كان هذا الاحتياج في أبسط الأمور. وبتقدر كل حاجة، اللي بيبتسم في وشك تبقى ممنون لي إنك تبتسم لي، اللي بيطبطب عليك بتبقى ممنون لي إنك أنت بتطبطب عليا، اللي بيقف جنبك في أي شيء أنت أو بيحن عليك أنا ممنون ليك. لقيت نفسي في نفس الوقت ده بعد الفترة ديت وأنا بقدم برنامجي العادي على التلفزيون، نزلت مرة بقدم فقرة من الفقرات، فكنت خايف إن الفقرة دي تتحرق، عشان ما تتحرقش لما تتعرض بعديها بيومين. قلت هطلع لايف، طلعت اللايف، اللايف كسر الدنيا، مع إن مليون مذيع ومذيعة يتكلموا عن احتياج مواطنين في الشارع أو عندهم مشاكل أو هم بيمروا بأزمة معينة أو بظروف معينة. أنا ما بقتش فاهم هو ليه أنا، لما دلوقتي أجي أقول لك ليه أنا، ليه أنا؟ عشان أنا القدر علمني حس بالبني آدم اللي في الشارع. بقيت حاسس إن لا، يبقى ده اتجاهي بقى. لما بقيت أسمع قدري وبقيت أطلع تفكيري من اجتهادي، وان انا لا ابقى ممثل شاطر، ابقى مذيع نجم، طب ما انا اسف، طب ما انا عملت ده، ما انا حققته. ايه اللي خلاني اروح للسوشيال ميديا؟ اللي انا اقول لك، بعد كل الظروف اللي انا مريت بيها ديت، ربنا وفقني ان ما فيش حد يقف في طريقي ويقول لي انا محتاج كذا. اقول له طب تعالى نجرب، بقيت عايز اجرب، نجرب، ما اعرفش، انا هعمل اللي عندي. على العبد السعي وعلى الله إدراك النجاح. لقيت إن حققت حاجات أنا ما كنتش متخيل إن ممكن أحققها. لو أنا هاجي أعرف نفسي دلوقتي وأقول لكم تامر شلتوت، لا، أنا تامر شلتوت من بني آدم بسيط، كل اللي بقدر أعمله إن ربنا عز وجل بيستخدمني إن أنا أحاول معاك. حاولت مع عليا وفريدة، بنتين كان عندهم ضمور عضلات شوكي، قالوا إحنا محتاجين 80 مليون جنيه عشان نقدر نطلع ونجيب العلاج الخاص بيهم.
رحت لهم اول يوم قلت لهم انا ما اعرفش اجيب 80 مليون جنيه منين، انا ما اعرفش نعمل ده، بس هنطلع لايف. طلعت لايف في 2 في 3 في 4، وبعد كده جمعت 70 مليون جنيه من لايفات على السوشيال ميديا. ثم آخر مرة كان البنتين محتاجين إن هما يجمعوا 10 مليون جنيه في 3 أيام عشان في وقت. ما نمتش مش عشان حاجة، ومش هدفي حاجة، ومش هدفي نجاح أو شهرة، عشان أريد ده اتحقق، عشان أنا اتعلمت يعني إيه شخص محتاج، وتعلمت يعني إيه تقف مع شخص محتاج، وتعلمت إن الدنيا دي تتلخص إنك أنت ممكن تحقق نفسك بمساعدة الآخرين، عشان قادر يعلمني ده. واطلب من كل حد، اسعى في كل حاجة انت عايزها، واجري في كل تراك انت عايزه، واجتهد واتعب، لكن اسمع قدرك، اسمع لكل الظروف اللي بتحواليك، واسأل نفسك هو انا ليه ابن الراجل ده، وليه ابن الست دي، وليه انا في الظروف ده، وليه هم بيعلموني كده، وليه انا حتى دول صحابي. واهم شيء بقى لو سمحتوا، قدروا الناس اللي بتحبكم، قدر كل واحد مصدق فيه، قدر كل واحد بيشجعك، قدر كل واحد بياخد من وقته ومجهوده ويقول لك هتحقق هتعمل. كل التفاصيل دي اللي احنا ما بنديهاش اعتبار هي اللي عملتني، هي اللي خلت ان من كوني شخص ناجح ظاهريا لشخص ناجح فعليا. عالية وفريدة ما كانتش بقتش عالية وفريدة، بقى في محمود، بقى في يوسف، بقى في شباب كتير بقيت اجري وراهم عشان نحقق حلم العلاج. بقى في ناس كتيرة بتمر بظروف، الحمد لله ربنا وفقني لده. ده اللي أنا بكلمكم عليه، على اجتهاد الشخصي على السوشيال ميديا. مش بكلمك بقى إن أنا احتاجت قناة واحتاجت دعم واحتاجت إيه إنتاج. أنا معايا هارون وفاروق والموبايل بتاعي، ما عنديش حاجة تانية، ما عندي شيرين بكر مسؤولة عن الموضوع ده، بس ما عنديش أي حاجة. وعندي الناس اللي بتحبني، ابن خالتي تامر شلبي معانا، وعندي أمي، وعندي ابني. والله العظيم هتوصل لكل حاجة بأبسط الأشياء، إن صدقت واستوعبت كل الظروف اللي حواليك وقدرك، وإن أنت تفهم ربك خلقك ليه. الجملة والسؤال ده إن جاوبته صدقني هتلاقي له حل. أنا بشكركم، أنا آسف أن طولت عليكم.